اخبار امتنا في خطر ايش نهار سمع اخبار امتنا في خطر ايش نهار سمع اخبار امتنا في خطر يا امير المؤمنين تعال تشوف ظالمين 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 ما تفكرش ما تفكرش مشاهدي قناة شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في النقل المباشر من امام عمالة بن سيمان مالي الكوتشيات تقريبا 12 يوم وما مازال يطالبون بحل حول المنع ديالهم اللي تم امام الشارع الحرقي شكرا لقناة شوف تي في اللي متبعة معنا الأحداث والأضرار ومن هذا المنبر كما قالوا الإخوان هاد الزوجات والأولياء ديال هاد الأرباب الكواتشة بأننا حنا راه ما مطالبين حتى شي حاجة راه حنا مع السلطة المطلب ديال هاد الإخوان راه هو مقتنع به هو ولو جزئي راه حنا كتبناه 300 متر بدلا قطعوا 600 متر في الشارع عاد 300 كمنفذ رئيسي هذيك 300 باش يكون منفذ لتفادي الأخطار على السلامة ديال المواطنين والسلامة حتى ديال
السكاب، لان هذاك الازقاق القديمه والمنحدرات وكذا، راه حنا طلبنا معاينه عون سلطه ولا شي معاينه يجيو معنا لهذوك الزقاق بانها راه خطيره وغدا تسبب خطر على الركاب وعلى المواطنين. هذا هو المطلب ديالنا حنا، قلنا لهم الاي بي سي واش غتعطيونا عاد 300 متر من الشارع، يعني ديك 300 كمنفذ اللي غادي يتفادى الاخطار. هذا المنفذ قال لك هما اللي ما طلبيش لينا، يعني اشنا هو الحل البديل؟ هاد الاخوان باغينها الحل البديل، حنا مازال كيطالبوا هاد الناس على هذاك الجزئي. هاد الناس على جزئي، هذيك 300 جزئي، وهاد الناس راه ماشي فوضويين، هاد الناس اللي كيطالبوا واحد الحق ديالو سلمي 12 يوم ومازال صامدين سلميا. راه بعيدا على اقوال التحريض ولا هذا، راه ما كاينش، كل شيء محرضهم الفقر، محرضهم على الفقر والظروف الاجتماعيه ديالهم، طالبين والو، حمايه اجتماعيه. وحنا كسلطه، كسلطه راه حنا وجدنا لهم المطلب ديالنا لتفادي عدد الاخطار. راه عواد غدا غنخرجوا من بحر وغنطيحوا في واد، راه نفس الاخطار، يعني ماشي غنخليو الشارع منفذ اللي يستعملوهم ارباب الطاكسيات وكذا وكذا، اما هذاك الشارع ولو ديك 300 رجعوا ليها ديال اللي كتبنا لهم كمقترح، راه جزئيه باش تفادي الاخطار والسلامه ديال الركاب. قال لك سي صور، قال لك صور هذيك. اليوم كنا مع السيد الباشا والسيد القائدين بجوج، ما قال لك هانس هذيك سيروا تخدموا، راه زناقي، راه كاين زناقي بالدور بحي الحسني وزناقي. قلت لي هذوك زناقي غادي صعوبه على واحد العود، ديك الزناقه اللي هما مثلا الحي الحسني اللي هو صعيبه على واحد العود اللي غادي طوال عليه المسافه وغيعود، يعني غيضربها ما يضربش الشفاياج. واما لا الزناقي ديال المدينه القديمه، الناس اللي غيهبطوا لالا مريم خاصهم يتكركبوا مع شمس المدينه، شمس المدينه والمعاقين تما فين كاين الخطر، راه كاين مشكل. قال لك هذاك المشكل اللي جربوا، سيروا جربوا. قلت لي اعطيني عون سلطه، بغينا شي عون سلطه. قال لك الاخوان ما نغامروش بروسنا، قال لك يعطيونا عون سلطه يمشي معنا ويشوف هذوك لي بوان نوار ومرحبا، غيشوفهم بعينهم هذيك، لان نقاط سوداء غيسبب سلامه اخطار المواطنين والركاب والعود. قلنا لي حنا كنلتمسوا منك ساده الباشا ولو عجز إيد واحد 300 متر منفذ رئيسي، ومن بعد من غيلقى، راه قال لك انا وعدتكم غادي ندير واحد الحل مع السيد العامل، اختار عليه ديك البديل الحل، سياره او دوك التريبورتو ديال برا ديال بحال اللي في اكادير. هذه مجموعه من هاد النقاط حنا غنقترحها، وانتم حاولوا تفكروا في شي حل. قلت لي الحل هو يعطينا موقات ديك 300 منفذ رئيسي ومرحبا، بين ما قلبتوا على الحلول الاخرى، مؤقت هذيك 300 باش نتفاداو الاخطار ديال الركاب. نقزوا الاخوان القياد بجوج، قال لك جربوا هذيك لي بوان، راه عندكم كروكي، جربوا هذوك لي بوان نوار وقيدوهم لينا بلايف. قلت لي احنا عطيونا عون سلطه، قال لك دير لايف هذا، راه بقات هنا في السؤال. دابا الانسان باش غادي نمشي نغامر غادي ندير لايف، ولكن غادي نطلع راه غيمشي ليا العود، العود ديالي ولا الكوتشي غادي يوقع فيها خساره، شكون اللي غيضمنها ليا عاوتاني؟ راه هنا الاخوان تا هما قال لك شوف يعطونا عون السلطه ومرحبا، ولا وقع شي حاجه يلتزموا معنا يتحمل المسؤوليه ديال هذاك العود لا تهرس، او هذاك الكوتشي لا تهرس. وكتجربه. والاخ نعطي الحجاج خويا ملي خرج هذا القرار هما فاجئونا بهذا القرار، ما عيطوا لينا، ما هضروا معنا، ما وصلوش. دابا عاد كيقولوا لنا تعالوا غنديروا الحل. اول حاجه كان هو في الاول قلبوا الحلول كانوا قلبوا عليها في الحلول في الاول، عاد يجيو ديك الاشارات ديال التشوير ديال المنع. ولكن ما حنا كنتفاجئوا ما بين اللي انا كنتفاجئوا ما بين العشيه وضحاها، كنجيو كنلقاو البلايك ما علمونا، ما ريحوا معنا. كان على الاقليه عيطوا على هاد الناس اللي هما راه في هاد الحرفه، راه تقريبا واحد 30 عام، راه 30 عام هما هاد الناس، كاين اللي عنده 30 عام، كاين اللي عنده 20 عام، انا عندي 23 عام في هاد الميدان. ولكن كانوا غير يجيو يتحاوروا معنا ويهضروا معنا، وديك الساعه يقولوا لنا السيده الله يحفظك شحال داير لنا. حنا كنطالبوا مساعده العامل يدير معنا شي حل، يشوف فينا لوجه لله، على حساب هاد الملائكه وليداتنا راه ضايعين، تشردنا حنا الكوتشي.
الكوتشي اللي كيدخلنا داك سميتو هكاك ومغلوبين بالكوتشي ومغلوبين. حنا دابا باغين الشارع ما بغينا منهم حتى شي حاجه. الشارع راه هو اللي كناكلوا فيه طرفه الخبز. حنايا دابا لي كوش وما الاخرين ما عنديش انا لبنتي. هي صافي مالي الحوان تبقاوش باغين يعطيوني. انا دابا اللي بغينا سعاده العامل يدير لنا حل. بغينا الشارع بغينا الشارع كلشي باغي الشارع كلشي باغي الشارع كلشي باغي الشارع. ما بغينا حتى شي حاجه. واخا قبيله قلتي لي بان راه ما عندكم ما يتكل لاقيكم العيد الكبير. حتى شي حاجه انا العيد الكبير الكرام انا كاريه الناس كلهم كارين. هما اللي كيغيصبروا عليا ما غيصبروا عليا. هنا راه الشرط يقول لنا خرجوا يا تخلصوا الكرايه تخرجوا. حنا راه تشردنا شردنا مالك الكريمه. عاش الملك عاش الملك عاش الملك الله يصلي سيدنا عاش الملك. تفضلي لاله. السلام عليكم. انا وحده كمتضرره لا من ناحيه تركب يعني بالنسبه للوحده قاعده تركب المقاطعه ولا تركب السبيطار ولا تركب شي بلاصه اللي كان في الشارع مدرسه كي غدير هي تتمشي لا مشي لها مع الزناقي هي بغات تنزل تندوق الا كانت عاد تخرج هي تندوق الزناقي وعاد باش تركب تكوتشي غتضرب على رجليها احسن ليها وتوفرت هذيك 3 درهم. حنا 3 درهم وما قادرش عليها لا كراكبين 3 درهم ما قادرش عليها وبقى عاد 140 ريال طاكسي وعاد من لمن بالنسبه ليا راجلي خدام في هذا القطاع راه حنا جعنا جعنا بمعنى الكلمه اللي كيقول لك الجوع ما كاينش في المغرب كاين يجي عادي يجي عاد الخضار يقول لي شحال كيتساند يدي عاد من الحانوت يقول لي شحال كيتساند بخصوص عسنا الشيء انا مرضت لي غير الدريه نهار الخميس جيت عاد عطاني 20 درهم قلت لي اديش ندير بها قال لي راه بيدي هذيك راه مسلفه من عند راجل عرر رد عليا الا ما عجباتكش انا بقى لي غندير نجي ندير معاه في الراش الناس كاع اللي كيعرفوا المحل جاو دقوا اللي كيتسالي شي حاجه كيجي دق على الاقل هو اللي كان جيعان هنا نجي نجوع معاه على الاقل ما كانش حتى واحد يدق ويمرغب في وجهه انا ولاو كيضروا يجيو عندي فاس اش باغي نقول لهم ولادي كيجيو ولا انا كنخلطوني فطور وخدا كيجيو الدراري كيجيو بالجوع يجيو عندنا باش ياكلوا داك الخبز تاعي باش يعيشوا سكر ما كنلقاوش علينا 20 ثانيه درا هادشي بزاف الا ما مسلكمش هما اللي غيحملونا طاقه لا شتما ولا تو الدراري انا راه ما والدهمش مع حتى واحد واللي خلقني ما كانش هي علاش والده الدراري اللي خلقني قادر بيا. شكون اللي قال لك انتم علاش والد الدراري؟ قال لي شكون اللي قال لك والدو؟ شكون اللي قال لك والدو؟ علاش شكون اللي قال لك والدو؟ انا راجلي ما كنديرش بهم ولا شي والدين. انا كندوي على راسي. بلاتي واش شكون اللي قال لكم؟ قال لهم قال لهم ما كنديرش بهم وتولوا. قال لهم ديروا في الراس في الشارع. انا بالنسبه لي راجل ده دخل لي عادك غادي نمشي على قد هذاك المصرف اللي غيجي. القايد ماشي العامل. الا قالها الا قالها الا قالها انا خويا راه بالنسبه لي راجلي كافين اللي غيجيب لي كهذاك راه حنا الكوتشي خدامين راه هما خدامين في الشارع خدامين في الشارع ولادنا ما كافينش على المتطلبات ديالهم اللي بغاو كنقول لها واخا بلات وبنتي كتبغي حاجه كنقول لها تنجحي واخا دابا واخا دابا اسبوعين الكوتشيات حابسين شنو ندير مع المصروف يوم مصروف يوم ما كاينش خير 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 هنايا كنقول لها خير انا نسني عاد والدي علاش ما مشيتش قال لي على ود الدراري المدرسه ما يمكنش ما مسلكانيش مخير احنا كيرسم كيقول لها سري حيدي ولدك اصاحبي حيدي ولدك اصاحبي مخير كيقول لها سري عند والديك وبركا عندهم كلي معاهم كلي ما عندهاش والدها واللي ساكنه والدها في سلاوله في شي بلاصه فين تمشي فين نعطيهم علاش رجالتنا مجوج الرجاله ولاو عيالات غنولي واخدين عيالات راجل مين اللي تقعد معاك ويقول لي بحالي بحالك اش نقول ليه ولينا واخدين عيالات علاش؟ ما عندناش في الخدمه ما يمكنش لا حيدو صحاب فراش حيدو صحاب ديسير راه هادو هما الناس واصلا هذا اللي هو شاد هذاك المنصب راه حنا خدام انت خدام بسبابنا وكتخلص على ودنا الا ما كنتيش تنظمنا وتعطرنا ما يمكنش ولا كانوا بعض الوحدين كيديروا شي تصرفات غير لائقه راه كاينه كاين التدبير ديال السلوك غتشوف قوانين التزامات التزامات يدير اي حاجه حنا ماشي سوقنا في هذا دير ماشي واحد كيخسر الهضره في كوتشي الا نزل من الكوتشي راه غيولي يصلي انا ما كنحكمش على هذه وكاين انقطاعات اخرى فيها حتى هي فيها اخطاء الا خطا واحد اي الطبيب فيها الخايب والزين اي اداره واش نسدو حنا نسدو الطبيب مدرسه ولا اي حاجه على ود خطا في بلاصه اي قرار كيخدم حياتك ما يمكنش الطبيب قتل لي بنتي ما يمكنش حوت تخلي الشواري ما يمكنش حوت تخلي فتحت انا بالنسبه لي راجلي مزيان اي كان لا دار شي تصرف غادي واحد يكمل لي حيدي الرخصه حيدي شي حاجه المهم دير التصرف ديالك وعاش الملك عاش 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 الملك
واحد نقطة واحد نقطة توضيحية. أجي واحنا مرونة حنا كنتراو واحد نقطة توضيحية الأخرى. هاد الشارع اللي كيقولوا هاد الشارع راه غير واحد 600 متر وحنا كنطالبوا غير 300 متر غير واحد المنفذ غير واحد المنفذ من نخرجوا من تما كاين ونمشيو ورا الشارع. حنا ما طالبين شي حاجة. هما دابا كيقولوا الشارع راه ماشي الشارع كامل غير 600 متر وهذاك الشارع راه هو مصدر الرزق ديالنا. راه حنا خدامين فيه تقريبا قبل ما يخدم لا الطاكسي صغير ولا الطوبيس قبل ما يكون راه خدامين واحد 30 ولا اكثر من 30 عام اللي خدامين فيه ومازال الناس اللي خدموا راه مازال واحد 1000 معنا دابا في هذا الميدان. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في هذه الأجواء. تفضل سيدي. السلام عليكم. أنا أول ازدك الميكرو شوية عندك. أنا مضرور بحال ما هاد الناس اللي مضرورين. دابا حنا هاد الناس راه مضرورين والو. حنا دابا كيقول لك الشماكرية قلت أنا شكرا الله يعطيك شكرا الله يعني. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في هذه الأجواء ف مالي الكوتشيات مازال دايرين وقع احتجاج ديال الزوجات ديالهم. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في هذه الأجواء. واحد النقطة غنقول الناس اللي تشاهموا هذا القطاع ديال الكوتشي هما كيشوفوا غير السلبيات ما كيشوفوش الايجابيات. الا خرجنا دابا خرجنا واحد العام السلطه وبغاو يعطيونا واحد العام السلطه غنديروا دوره في الشارع غنلقاو الناس كلهم في صف كوتشي ماشي في صف طاكسي. حنا نافعين الناس مواطنين نافعين الدراويش بزاف. واش دابا كيقولوا لنا حنا شماكرين واش هاد الناس شماكرين واش هذا الشمكار هذا الشمكار هذا الشمكار الناس كلها واش هاد العيال الشمكار واش العيال قد المحترمات. لا ولكن باش نهضروا واقعيين كاين شي وحدين منكم كيديروا شي تصرفات. ابا نقول لك اللي كاين كاين شي تصرفات كديرهم في الشارع. عندنا جوج كريم عندنا جوج كريم عندنا جوج كريم تابعين ليهم تابعين ليهم ما كيفكر سير شري عاود تجي تخدم يقدر قاصير يمشي يشري عاود هما اللي خرجوا على هاد الناس. حنا كنتابعوا حنايا السلطه كنتمناو منهم يديروا لنا واحد الالتزام نظموا القطاع ديالنا كما قالوا لنا المره الاولى خرجوا لنا بالباتجات والمسائل ديالنا والناس كلها مستعده تازم. لا وقع شي بوت ولا شي كوتشي حنا كوتشي يمشي الفوريان والرخصه تسحب يكون واحد القطاع يكون حنا مدينه سياحيه. قال لك مدينه سياحيه كوتشي عرفتي شحال عندهم من عام وفي القطاع طاكسي جا من قبل السابت والسابت عاد يولهم ودابا كاينين 10 كريم علاش الناس ما نستافدوش منهم. حنا كنطالبوا سعادة الجلالة كنطالبوا بالملك سيدنا الله ينصرو يتدخل ويشوف لنا حل لهاد الناس دراوش كلشي غالي محنون هاد الناس. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في فما بقى لي إلا نودعكم هذه الأجواء من أمام عمالة بن سيمان. الزوجات ديال مالي الكوتشيات بالوليدات ديالهم أصحاب الكوتشيات كلهم واقفين أمام العمالة لمدة 13 يوم وهما مازال واقفين هنا. كنشكروا قناة شوف تي في اللي هي الوحيدة هي واحدة قناة أخرى الوحيدة اللي تساعدوا معنا قناة أخرى هي جات جزاهم بخير كرهوا لهم الشكر. أما جات أخرى كلها مرايقية. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في اللي نودعكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء.